طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. نعم نستأذن شيخنا في قراءة الحديث. قال الحافظ عبد الغني المقدسي الحادي عشر أو الثاني عشر الرابع عشر الرابع عشر ما شاء الله في نسختي، وهو الحديث الثاني في باب دخول الخلاء والاستطابة. قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. وعن ابن عمر قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. بارك الله فيك أحسن. هذان حديثان في باب الاستطابة أو باب دخول الخلاء. حديث أبي أيوب الأول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. أبو أيوب الأنصاري هو خالد ابن زيد ابن كليب ابن ثعلبة النجاري الأنصاري من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. توفي سنة 50 في زمن معاوية في بلاد الروم، وقيل سنة 52 في زمن يزيد بن معاوية على ومات في القسطنطينية ودفن هناك رضي الله عنه وأرضاه مجاهدا في سبيل الله. يروي لنا أبو أيوب الأنصاري نهي النبي صلى الله عليه وسلم في أدب من آداب الإسلام عند قضاء الحاجة أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني لا يجوز للإنسان حال قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة وهي الكعبة تعظيما واحتراما وتكريما لمنزلة وقداسة هذا البيت أن لا يستقبل عند قضاء الحاجة ولا يستدبر. كان هذا الخطاب لأهل المدينة فأمرهم بأن يشرقوا أو يغربوا، لأن التشريق والتغريب بالنسبة لأهل المدينة على خلاف القبلة، وهذا التحديد خاص بأهل المدينة. وينظر الإنسان الذي في غير المدينة أنه إذا كان جهة القبلة فلا يجوز له أن يستقبلها أو يستدبرها حتى لو كان حال تشريقه أو حال تغريبه، بمعنى حال اتجاه جهة الشرق أو جهة الغرب. إذا أتيتم الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، يعني المكان النازل الذي يقصده الناس لقضاء الحاجة حتى يستتر عن الناس، لأن في قضاء الحاجة الأذى وكشف العورة. ثم استعير هذا الكلام للأصل أنه المكان المطمئن من الأرض، فاستعير بالكلام عن الغائط الخارج بالمطمئن من الأرض كناية، وهذا من باب الأدب، من باب الأدب في الحديث مع المخاطبين. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، يعني طبعا يدخل الآن في مكان الغائط اللي هي المراحيض، والمراحيض كما في حديث أبي أيوب لما قدموا الشام قال
فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه الكعبة. المراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل أو مكان دورة المياه ما يعرف اليوم أو بالحمامات. ونهى أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استدبارها، بمعنى أن يلقيها الإنسان أو يتجه في أثناء قضاء الحاجة يستدبر الكعبة، فكل ذلك منهي عنه في حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. وقد بلغ من حرص الصحابة رضي الله عنهم أنه لما أخبر أبو أيوب أننا قدمنا الشام، وهذا بعد الفتح، فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه الكعبة في البنيان، قال فيقضون حاجتهم ويتجهون إلى الكعبة وينحرفون قليلا ويستغفرون الله تبارك وتعالى، لأنهم من باب ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، خشية ألا يكون أحد منهم قد وقع في منكر أو مخالفة في اتجاهه للكعبة. والحديث الآخر حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال رقيت، يذكر ابن عمر حديثا آخر يخالف حديث أبي أيوب، قال رقيت يوما على دار حفصة، وحفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فحديث أبي أيوب ينهى عن الاستدبار، وحديث ابن عمر يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر الكعبة، وهذا دليل على الجواز. ولهذا اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في الجمع بين هذين الحديثين، بلغت الأقوال في هذا قرابة 7 أقوال، أنا أذكر أهمها. القول الأول المنع، التحريم، تحريم استقبال الكعبة أو القبلة واستدبارها تحريم مطلقا عند قضاء الحاجة، وهذا مذهب أبي أيوب رضي الله عنه راوي الحديث، ومذهب عدد من السلف ومنهم الثوري والنخعي ومجاهد، ومنهم ابن حزم رحمه الله، ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وقد نصر هذا القول نصرا كبيرا في كتابه تهذيب سنن أبي داود وفي كتابه زاد المعاد. هذا القول الأول وهو التحريم. القول الثاني الجواز، وإليه ذهب أيضا داود الظاهري وعروة ابن الزبير وأيضا ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمهم الله جميعا. القول الثالث التفصيل بين الصحراء والبناء، بين الفضاء والعمران، فلا يجوز فيحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري وفي الفضاء، ويجوز في البنيان، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم جمعا بين الحديثين، لأن حديث أبي أيوب يقول إذا أتيتم الغائط وهو الخلاء، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيت حفصة في العمران في البنيان، فدل هذا على جوازه في البنيان وتحريمه في الخلاء، وإليه ذهب الإمام مالك وهو مذهب الشافعي والرواية الصحيحة عند الحنابلة، وأيضا مذهب إسحاق بن راهوية رحمهم الله جميعا. وفيه قول رابع، وهو أن التحريم هنا ليس
تحريم تحريما بمعنى المنع أو الكراهية هنا ليست للتحريم وإنما للتنزيه، وإليه ذهب بعض الحنفية ولهم روايتان ذكرها صاحب الهداية. والقول الخامس أنه يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، وهو نص حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لعل هذه الأقوال أشهر الأقوال في المسألة. وتلاحظون أيضا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما فعل، وحديث أبي أيوب قول. أيهما أبلغ، القول أو الفعل؟ القول، القول أبلغ، لأن الفعل يحتمل، الفعل إما يحتمل الخصوصية وإلا يحتمل العذر أنه فعله لعذر، أو يحتمل أنه فعله نسيانا أو لأي اعتبار آخر، ولهذا القول مقدم على الفعل وأقوى دلالة، وهذا ما يقول به من يرجح مذهب أبي أي مذهب من يرجح مذهب أبي أيوب رضي الله عنه في المنع والتحريم المطلق، ويقول أن القول مقدم على الفعل والفعل يحتمل الخصوصية. والراجح والله أعلم، يصعب الترجيح، لكن الاحتياط والورع أن الإنسان ينبغي أن يتجه إلى غير القبلة سواء في الفضاء أو في البنيان والعمران، لكن إن شق ذلك أو سبق أن مثلا أقيمت الدورات لا سيما في العمران والبنيان، فالأمر إن شاء الله فيه سعة. ولهذا كان أبو أيوب رضي الله عنه يقول أننا ننحرف قليلا، وهذا من باب الورع والتقوى الذي تحلى به الصحابة رضي الله عنه. قال ونستغفر الله عز وجل، هل يستغفر الله بقلبه أو بلسانه؟ الصحيح أن يستغفر الله بقلبه، لأنه لا يذكر اسم الله عز وجل في محل قضاء الحاجة. ومن أهل العلم من ذكر أن هذا الذكر باللسان، وإليه ذهب الشعبي وابن سيرين، وأن ذكر الله يكون على كل حال، والذي يظهر الأول والعلم عند الله تعالى. إذن هذا الذي يظهر، والذي يترجح الجمع دائما من قواعد الأصوليين أن الجمع بين الأقوال عند التعارض أولى من ترجيح أحدها على الآخر أو الأخذ بواحد وترك الآخر. ولهذا الجمع يكون بين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب في أن هذا في الصحراء وفي الفضاء حديث أبي أيوب، وحديث ابن عمر في البنيان والعمران وفي البيوت. لكن لو أن إنسانا الآن بنى له بيتا ووضع الحمامات تجاه القبلة، هل نقول له انزعها وغيرها؟ لا، لأن هذا فيه شيء من التكليف عليه، ورفع الحرج مقصود في الشريعة، إلا إن رغب واحتاط هو وليس هناك كلفة ولا مشقة عليه فهذا أولى. نعم، واضح الخلاف يا إخوتي، وواضح القول الراجح. واليوم الناس الحمد لله مع التوسع في أمور العمران والبنيان، وفيه إمكانية أن تكون على غير القبلة، لكن لو بنيت فلعل الأمر فيها سعة، لأن مجرد وجود الجدران هذا ساتر عن القبلة. لكن هل هذا الحديث عام باق على عمومه أو مخصص؟ لاحظ الحديث، فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، أو فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غرقوا،
الأسلوب الأول عام والأسلوب الثاني خاص لأهل المدينة ومن كان في سمتهم وجهتهم ممن تكون القبلة ليست في جهة الشرق أو الغرب. وكذلك أيضا حديث ابن عمر باق على عمومه في الاستدبار، ويبقى الاستقبال أيضا على التحريم، هذا في في الصحراء، أما في البنيان فالأمر فيه الخلاف المعروف. طيب لو أن إنسانا أراد أن يتبول دون أن يتغوط، فنفس الحكم أو الحكم يختلف؟ إذا أتيتم الغائط، إن قلنا إن المراد به تعظيم الكعبة فالتحريم على الجميع، وإن قلنا إن المراد به يعني كشف العورة أو شيء من هذا، فقد يكون الأمر أغلظ فيما يتعلق بالغائط. والله تعالى أعلم. أعطونا بعض ما يستفاد من الأحاديث. كذلك إنما كل شيء فيه تعظيم وتكريم للكعبة فينبغي على المسلم أن يحرص عليه. الفوائد من الأحاديث: أولا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. في الفضاء واضح، وفي البنيان كذلك على الخلاف المشهور. ثانيا وجوب الانحراف عن القبلة في التشريق أو التغريب، أن يكون جهة الشرق أو الغرب لمن كان من أهل المدينة ومن كان في جهتهم، وفي الجهات الأخرى إذا كانت على غير جهة القبلة. طيب من الفوائد جوازه في البنيان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت أي صعدت عند أو في داري على بيت حفصة فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في حديث أنه منسوخ أيضا، أي قصد التحريم، نسخ التحريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الأمر يستقبل القبلة ويستدبرها، ولكن في هذا الحديث أيضا كلام لأهل العلم. نعم أحسنت، حرص الصحابة على نشر العلم والتحلي بالآداب. مكانة الكعبة، مكانة الكعبة وأنها على مكانتها بعد حرمة المسلم أعظم حرمة منها، فلا يهراق دمه بغير وجه حق أو ينال من عرضه. نعم تفضل. نعم إيه قوله شرقوا أو غربوا، الكلام لأهل المدينة، لكن من كان على غير جهة أهل المدينة فتكون الجهات الأخرى بالنظر إلى كل جهة كذلك. نعم كذلك. نعم من الفوائد لا في البنيان، في البنيان ما له علاقة في السفر أو الحضر. نعم رفع الحرج، الشريعة مبنية على اليسر ورفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين ورع الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث أبي أيوب قال: كنا نغتسل في هذه المراحيض أو نقضي حاجتنا وننحرف عن القبلة ونستغفر الله عز وجل. أهمية الاستغفار، يعني حتى لو أن الإنسان عمل ذلك فورعه واحتياطه أن يكون قد وقع في أمر مخالف، فإن عليه أن يستغفر الله عز وجل على كل حال، لا سيما في الحال التي يرى أنه قد يرتكب فيها مخالفة شرعية. نعم في شيء؟ طيب بارك الله فيك. نعم أن النهي عام في قضاء الحاجة
في البول أو الغائط في البنيان في الصحراء في الفضاء. أما البنيان أمره أسمح لأن فيه الساتر ولله الحمد، كم بينك وبين الكعبة. نعم. ومع هذا ورع الصحابة يأتي والاحتياط أهل التقوى. نعم ممتاز، هذا سؤال جيد. إذا ورد أمر أو نهي فأيهما يقدم؟ ها؟ النهي مقدم لأن النهي معناه ارتكاب شيء محرم. نعم. والحاضر مقدم على المبيح كالقاعدة الشرعية المعروفة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.